بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني في هذا المدخل العام للدرس الجامعي أن أتناول النقطة من زوايا ثلاث أساس، محاولا في البداية الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق سوى بإواليات وبدهيات على الطالب وعلى والج الجامعة أن يكون ملما بها قدر الإمكان. في البداية نشير على أن الجامعة كانت منذ البداية هي على مر التاريخ فضاء لتحصيل العلم وللمعرفة، وكانت من أدوارها الأساس هو العمل على الرقي بالإنسانية في مختلف المجالات. وبطبيعة الحال دون أن نتحدث عن تاريخ الجامعات منذ بدايتها ومراحلها الأولى، فإننا نشير على أن من البداية على أن الجامعة لم تكن عبارة عن عمران أو بنايات، فالجامعة هو مستوى عال من الأخذ ومن تناول القضايا. وأعتقد أن في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أن من أهم الدروس الفلسفة المشائية عند اليونان أنه لم تكن هناك بناية أو وعاء عقاري أو جدران إلى غير ذلك، بقدر ما كان الأمر يتعلق بنقاش فكري فيه تفاعل وأخذ ورد بين الأستاذ زمنها ومتتبعيه. بطبيعة الحال سوف تتطور الأشكال، سواء عبارة عن كراسي علمية عند العلماء المسلمين أو في لقاءات في المساجد أو في الأندية إلى غير ذلك، ولكن الطابع العام الذي غلب عليها والطابع الجامعي ليس بمفهوم الدروس والتحصيل، وإنما بمفهوم النقاش العالي للقضايا. بطبيعة الحال في مرحلة متقدمة سوف لن يصبح ذلك النقاش نقاشا من أجل تبادل الأفكار، بقدر ما أصبح نقاشا فيه شهادة علمية وشهادات إلى غير ذلك. ولكن منذ البداية كان الهاجس الأساس للجامعة هو أنها تحرص على الانفتاح وتحرص على تبادل الخبرات، وتجعل من همها الأساس هو الرقي بما يسعد الإنسانية، بمعنى أن التعليم أساس الهدف منه في فلسفته وهو تقديم المعارف والعلوم التي يمكن أن تسعد الإنسانية من مختلف مستوياتها. وهنا لا نتحدث عن علم جيد وعلم دون كذلك، فلا مفاضلة بين العلوم، فإن لكل مجال ولكل علم مجال اختصاصه. وبالتالي يتبين على أن الجامعة ليست محصورة في جدران وقاعات ومدرجات، هذا لا بد منه في ناحية الإدارية وتدبيرية اليومية للشأن التعليمي، ولكن يجب الإيمان على أن الجامعة هي حس علمي وثقافي، فضلا عن كونها يجب بالنسبة للطالب أن يعتبرها فرصة تاريخية ليقطع مرحلة أولى من حياته وينفتح على جو آخر من الحرية المسؤولة. إذن وبهذا الأساس ترقى الجامعة من الكلام العادي الذي كانت تعطاه نقطة ويكون فيه سؤال جواب، لنعيش في حرية، ولكن ليست حرية بمفهومها المطلق بقدر ما هي حرية مسؤولة محصنة بالسؤال، محصنة بالاستفسار، محصنة بالبحث عن الإنسان في حد ذاته. فالجامعي أو الطالب الجامعي عندما يلجأ إلى الجامعة لا يلجأ إليها باعتبارها مدرجات وقاعات، وإنما يلجأها باعتبارها فكر جديد. وهذه اللحظة المفصلية في تاريخ الطالب يجب الانتباه إليها جيدا، فيجب أن يتعامل معه وهو يحس في نفسه أنه ولج إلى هذا العالم، إلى عالم آخر، عالم الأفكار، عالم المثل، عالم القيم، عالم الحوار، عالم التفاعل، عالم التصارح الفكري، عالم التعبير عن الذات، عالم الدخول مع الآخر في حوار، عالم التحصيل العلمي وفق شروط جديدة، وعالم الانفتاح. وهذا هو الأساس، بمعنى أن الجامعة ليست فضاء مغلقا، فضاء محصنا بالجدران أو إلى غير ذلك، فهي مسائل عمرانية بسيطة جدا، ولكن الفكر
واللحظه المفصليه هو كيف ننتقل من التلميذ الذي ياخذ الدرس وينتظر النقطه الى طالب يعمل على الانصهار والدخول الى هذا العالم الجديد، عالم المعرفه، عالم قيم البحث وقيم الرقي وقيم الانفتاح على الثقافات والحضارات الاخرى. فضلا عن ان من المهام الاساس التي يجب ان تكون عند الطالب ويعلم ذلك هو ان هذه اللحظه هي لحظه الرقي، لا نقصد بها الرقي الاجتماعي فقط، وانما رقي في الفكر ورقي في التناول المعارف وفي معرفه خصوصياتها وخصائصها والقدره على ان يقارن بين هذه الاشياء. فضلا على ان الجامعه هي ايضا بالنسبة للطالب هي فضاء للتكوين الثقافي والفني. أعتقد أن مجموعة من القدرات ومجموعة من الكفاءات تكون عند الطالب، ولكن ضغط استعمال الزمن في المرحلة الثانوية إلى غير ذلك لا تسمح له بالرقي، فضلا على أن تقليص عدد الساعات في الجامعة والتركيز على مجال مخصص يعطي هذه الإمكانية للطالب من أجل أن يعبر عن قناعاته ومواقفه ورؤاه وتصوراته للحياة، فضلا على أن كل هذا يكون مصبوغا بطابع من المعرفة التي تأخذ أشكالا متباينة تتباين حسب مجال اختصاص كل طالب اختاره على حدة. لماذا؟ لأن من أدوار الجامعة أنها تسهم في التنمية، بمعنى أن وظائف الأساس للجامعة ليست وظيفة تعليمية تعلمية بسيطة بقدر ما هي وسائل الابتكار والاختراع والإبداع في كل ما يمكنه أن يسعد الإنسانية في مختلف المجالات. ولهذا لا غرو أن أكبر نظريات الكبرى التي تحكمت في الإنسانية ولا زالت تتحكم فهي منبثقة أساسا من الجامعات التي تكون عندها سياسات تعليمية واضحة وخط علمي واضح. هذا لا يعني أن هناك بطبيعة الحال كانت هناك اختراعات أصحابها لم يلجوا الجامعات، ولكن الدور الأساس للجامعة ولهذا خلقت هو أنها كيف يمكن أن نجعل من المعرفة ليس معرفة ذاتية تلددية إمتاعية تخيلية بقدر ما يمكن أن نجعل من المعرفة شأنا حياتيا مجتمعيا في أبعاده المتعددة الاقتصادية والفكرية والثقافية والفنية. وبالتالي على الطالب الذي يلج إلى الجامعة أن يكون واعيا بهذه الرهانات، أنه دخل إلى عالم جديد، عالم المعرفة، عالم الحرية المسؤولة، عالم الاختلاف، عالم التقاطع الفكري، عالم التقاطب والتدافع الفكري. وبالتالي يجب أن يكون الطالب مهيئا لهذه الأشياء. لا يعني أن الطالب سوف يدخل ويأخذ الدرس وينصرف، لا، هذه مرحلة كانت في الثانوي، وإنما يجب أن يكون مؤهلا ليكون قابلا ويربي نفسه على الاختلاف، ويربي نفسه على أولا أن يكون محصنا مجموعة من القيم التي يجب أن تكون عنده، ولكن في الوقت نفسه تكون عنده قدرة على الإيمان بالاختلاف مع الآخر والذهاب عند الآخر والانفتاح عليه. لأن من أدوار الجامعة فضلا عن المعرفة والعلم والمسائل الديداكتيكية والبيداغوجية إلى غير ذلك من المسائل الأساس اليومية، فإن هذه فرصة تاريخية بالنسبة للإنسان في نشأته وفي تطور حياته ليقطع من مرحلة ويدخل إلى مرحلة أخرى ملؤها التفاؤل، ملؤها الحس النقدي، بمعنى أنه الطالب يجب أن يكون ليس وعاء الاستيعاب وأخذ الأحكام، لأنه عندما يدخل إلى القاعات المدرج فإنه سيدخل عند سادة أساتذة مختلفي الهويات الثقافية والفنية والعلمية والتكوينية إلى غير ذلك. بالتالي يجب أن تكون عنده وبدوره القدرة على أن تكون عنده سلطة ذاتية من أجل تنمية حس النقدي للأشياء. وحس النقدي لا يعني بمعنى التطاول على الأستاذ وطرح الأسئلة في غير محلها والشغاب إلى غير ذلك، لا، الحس النقدي بمعنى أن يجد في تلك المعرفة المقدمة له
قابلة لأن يكون هو طرفا فيها. وهنا ندخل إلى الجانب التفاعلي في المعرفة والجانب التفاعلي في الأخذ العلمي في الجامعة. إذا الجامعة بطبيعتها من خلال محيطها العام سواء الفنية أو الثقافية أو العلمية أو المعرفية يجب أن يكون فيها الطالب ويحس بلحظات المفصلية ويفرق بين الجامعة كجدران وبنايات وبين الجامعة كوعاء فكري يعبر فيه عن طاقاته. وبالتالي من صفات الطالب الذي يدخل إلى الجامعة أنه يكون مؤمنا بالنجاح، خاصة أن الجامعة تعطي فرص النجاح ولا تفرض قيودا على النجاح، بل إنها تعطي الطالب فرصة ليعبر عن ذاته ويعبر عن مكاسبه ومعارفه بطريقته الخاصة. كما أن هذا الطالب يجب أن يكون متميزا، لأننا نحن ندخل إلى المدرج 500 أو 600 أو 400 أو 300 إلى القاعة حسب الطاقة الاستيعابية، ولكن ما الذي يجعل من هذا الطالب طالبا مميزا عن الآخرين؟ يجب أن يحس هو إحساس ذاتي على أن يجب أن يكون متميزا. كيف يكون متميزا؟ يكون متميزا بالمسائل الأساسية التالية، بمعنى أنه ندخل إلى المدرج بأعداد متباينة وبالقاعد بأعداد متباينة، ولكن ما الذي يجعل مني باعتباري طالبا والجا لهذا الفضاء الجديد علي، لا اجتماعيا ولا بيئيا ولا اقتصاديا، خاصة أننا نعلم أن الطلبة في المختلف بقاع العالم لا يكون أبناء المدينة بقدر ما يأتوا من مناطق متعددة سواء وطنيا أو محليا أو جهويا، بل حتى داخل المدينة نفسها فإن الأحياء تتباين فيما بينها فضلا عن الثقافات والانتماءات والتوجهات إلى غير ذلك. بمعنى يجب أن يطرح تكون عند الطالب هذه القدرة على طرح هذا السؤال: نحن 500 أو 600 في الفوج، ولكن ما الذي يميزني أنا بالمقارنة مع هؤلاء الطلبة وهؤلاء الذين دخلوا معي إلى الفوج نفسه؟ بطبيعة الحال يجب أن يطرح الطالب هذا السؤال: الذي يميزني يجب هو أن تكون عندي الإيمان، أو يكون عندي الإيمان القاطع بالنجاح. أنا ما جئت هنا إلا لأن أنجح، ولكي أنجح لابد أن أكون أولا متفائلا، وأن تكون معنوياتي مرتفعة، وأن تكون عندي قدرة على التنافسية، وأن أعمل قصارى جهدي للاجتهاد والتركيز. والجميل الجديد هو تحمل المسؤولية، بمعنى أن يجب أن أتحمل مسؤوليتي في تصرفاتي فضلا عن السن الذي أصبح يسمح، ولكن أيضا على أنني أنتمي إلى الجامعة. الجامعة ليست كلاما عاديا أقول أي كلام كيفما اتفق، وإنما أتكلم وفق ضوابط أكاديمية ووفق ضوابط حياتية متعارف عليها في الجامعة المبنية على الاحترام والتقدير المتبادل للأطراف التي أتعامل معها، وأن أتحمل مسؤوليتي في مواقفي، بمعنى أن تكون عندي القدرة على الترجيح بين التصرف الجيد وغير الجيد، وحتى إذا صدر من أحدهم تصرفا لا يعجبني فإنني بطبيعة الحال لا يجب أن أعبر إلا انطلاقا من أعراف الجامعة. وأعتقد أن أهم أساس من أهم المشاكل الكبرى التي وقعت في الجامعة وفي بصفة عامة هو أن هذه القيم الجامعية أصبح الناس ينسونها، وأصبحوا يتعاملون مع الجامعة باعتبارها ثانوية من مستوى آخر، ثانوية كبيرة، والحال أنه ليس كذلك. في الجامعة الرقي والاختلاف والبحث والتقدم والاحترام هي قيم أساس، بمعنى يجب أن تكون مشتركة. فضلا على أنني باعتباري طالبا جديدا يجب أن تكون عندي القدرة على المظهر الجيد، بمعنى المظهر القابل للتغير والقابل للتفاعل، وليس مظهر إنسان المنكمش المنغمس إن كانت عنده أشياء أخرى، ولا يفكر في كيف يفجر طاقته ويظهر بالمظهر الجيد. لماذا؟ لأن هذه المرحلة هي مرحلة حياتية هامة من مسار الإنسان. لماذا؟ لأنها في هذه الفترة يتمكن الطالب بصفة عامة من أن يتخلص بين قوسين من التبعية الأسرية،
ولكن يدخل إلى تبعية مسؤولية ذاتية، بمعنى أن أصبح هو مسؤولا عن تصرفاته وحياته، وبالتالي ما الذي عليه فعله زمنها أو حينها؟ عليه بكل بساطة أن يؤمن بأنه إنسان فاعل، إنسان منتج، متفائل، مسؤول ومحترم للآخر. في إطار هذه الأدبيات وفي إطار هذه الأخلاقيات العامة، فإن الطالب لا شك أنه سيكون مميزا. ولكن أنا أقول بصفة عامة، الطالب الذي عندي لجوء للجامعة يجب أن يكون مؤمنا بالتحدي. مرحلة الجامعة ليست مراحل محصورة في الزمن، قد تبتدئ من 3 سنوات إلى 5 إلى 9 سنوات عندما يتوجها بشهادة الدكتوراة. ولكن ليس الهام بالنسبة ل9 سنوات بقدر ما يهمني ما هي المعارف التي أخذها، ما هي السلوكات الجديدة التي أخذها، ما هي الآفاق الجديدة التي فتحت أمامه، ما هي العلاقات الاجتماعية والعلاقات الفكرية التي جعلت ذاته تكون محصنة أكثر، بالتالي كيف انصهرت ذاته، لأن عملية حسابية تكون البكالوريا على 18 سنة، الإجازة في 21 سنة، الماستر في 23 سنة، الدكتوراه قد تكون في أسوأ الأحوال في 30 سنة. بمعنى هل هذه الفترة ما بين 18 و30 صنعت لنا هذا المثقف، هذا المسؤول، هذا الأستاذ، هذا الإطار الذي ينفع الإنسانية عموما ووطنه خصوصا ومنطقته خصيصا، على اعتبار أننا نبقى ننتمي كلنا إلى المناطق التي نريد أن نقدم فيها. ما لم نكن مسؤولين ومسكونين بهذا الهوس من أجل تقديم الإضافة للإنسانية، أعتقد أن المرحلة سوف تكون مرحلة بياض، ونحن لا نريد أن تكون مرحلة الجامعية مرحلة بياض بقدر هي مرحلة صهر الذات، مرحلة انصهار، مرحلة تفاعل، مرحلة تكوين، لكي نسلم المشعل بطبيعة الحال إلى الآخر. كيف يمكن أن أصل إلى هذه القضية؟ يمكن أن أصل بكل بساطة عندما أؤمن أنني في الجامعة ولست في مكان آخر. الجامعة بمعنى يجب أولا أن أحرص على تنظيم وقتي. الجامعة ليست فضاء لتزجية الوقت فيما لا يفيد. عملية حسابية، نحن الزمن البيولوجي عندنا 24 ساعة، بحكم السن قد ننام 8 ساعات، بمعنى بقيت عندنا 16 ساعة قد نقضي أغراضنا ولهونا وكذا في 4 ساعات، بمعنى بقت عندنا 12 ساعة قد نكون في المدرج 4 ساعات في أسوأ الأحوال في الجامعة يوميا، بمعنى بقيت عندنا 8 ساعات. 8 ساعات لا يمكن أن أضيعها في أي وقت، يمكن أن أفصلها على شكل أندية، على شكل دوريات رياضية، على شكل سهرات، على شكل تكوينات موازية، على شكل محاضرات إلى غير ذلك. بمعنى أحس على أنني عندما أغدو إلى المنزل على أنني قدمت شيئا ونظمت وقتي أحسن تنظيم. أما أن يكون عندي الوقت 8 12 24 كما هو، ليس بمعنى ماذا يقتضي؟ يقتضي أنني أؤمن أنني دخلت إلى جو المسؤولية وإلى الجامعة المسؤولة، وأن أتمكن من ضبط وقتي. والتمكن من ضبط الوقت هو التمكن من المنهجيات، لأن المنهجيات الحياة منهجية وليست فضاء، ليست مدة للوقت العادي. إذن البحث، التميز، التفاؤل، التنافس، التفاعل، الإيمان بالآخر، الاجتهاد، الابتكار، هذه هي الأجواء الجامعة. وبالتالي كلها عندما أصهرها فيما بينها تشكل هذا المنتوج، على اعتباري أنني عندما أخرج لا أكون أنا كما دخلت، وإنما أكون منتوجا مشتركا لعدة ظروف وأساتذة وأجواء وفضاءات إلى غير ذلك. ثم بالتالي أن عندما أتحمل مسؤوليتي وأؤمن بهذه الأشياء، فأنني أكتسب القدرة على التعامل مع الإجراءات الخارجية، الإجراءات الحياتية اليومية، سواء الإدارية من حيث التعامل مع الإدارة، أو اجتماعية في تعامل مع السكن والأجواء الجديدة إلى غير ذلك. فهذه المهارات تظهر بشكل أساس. إذن عندما أنتقل من فضاء إلى فضاء، فإنه تكون هناك مجموعة من
مجموعة من التغيرات الاجتماعية والسيكولوجية والفضائية والأيديولوجية يجب أن أكون واعيا بها، لأنني انتقلت من فضاء إلى فضاء وأنا الآن في رحاب الجامعة، وفي رحاب الجامعة يكون هذا الاختلاف في السيكولوجيات، في الظروف الاجتماعية بين الناس، في البيئات، في الأيديولوجيات، في التقاطبات الفكرية إلى غير ذلك. ولكن هذا ليس لا من شأنه إلا شيء واحد، ليس من شأنه إلا أن يغني ذاتي ويقويها ويجعلها أكثر مناعة. إذن الجامعة ليست بناية، ليست جدران، هي قيم، هي أحوال، أطوار، مظاهر فكرية علي أن أتعامل معها وعلي أن أجعل ذاتي فيها وأفكر في شكل أساس كيف يمكنني أن أسهم أنا بدوري في إنجاحها وفي جعلها تتقدم إلى الأمام، خاصة عندما أرى التجارب الجامعية السابقة في العالم وأرى الجامعات الدولية وأرى ترتيبها، فهي لا ترتب هكذا، وإنما ترتب انطلاقا من إنتاجها العلمي وانطلاقا من مردوديتها البيداغوجية والفكرية وإشعاعها إلى غير ذلك. يجب أن أكون فاعلا أنا من أجل تنمية جامعتي ومؤسستي، لأن عندما أنمي مؤسستي وأنمي جامعتي وقبله فصلي والفوج الذي أشتغل معه، فإنني أقدم رسالة للوطن وأقدم رسالة لمن شرفني بالانتماء إلى الجامعة، بمعنى أن يجب أن يكون الولوج إلى الجامعة ليست آخر اختيار، بل يكون وعيا ويكون مسؤولا، على اعتبار أن الفئة الجامعية هي الفئة التي تنتج المعرفة وتنتج الأفكار وتنتج العلوم، وهي التي تضمن الاستمرارية. كثير من الكلام يراج الآن على أن الجامعة ليس فيها آفاق مستقبلية إلى غير ذلك، هذا كلام تعجيزي تبطيلي لا قيمة له ولا أساس له من صحة، لأن الأشياء تكون بالأخذ وتكون بالتميز وتكون بالجودة. وأعتقد أن لو لم يكون منتوجنا التعليمي جيدا لما تهافتت الجامعات الدولية على أخذ زبد الأفكار وزبد الشخصيات وما يسمى بهجرة الأدمغة. إذن أنا طالب جامعي جديد يجب أن أكون واعيا على أنني في الجامعة في قيم جديدة، في معارف جديدة، وبحرية جديدة ومسؤولة. أنا أكون إذن هذه اللحظة مفصل يجب أن أكون واعيا بها وواعيا بتمفصولتها وتمظهراتها، لكن كيف يجب أن أحيا هذه الحياة الجامعية فضلا عن الجانب السلوكي والاجتماعي والفكري الذي أشرت إليه باختصار؟ كيف يمكن أن أعيش الدرس الجامعي بمعنى المادة البيداغوجية المقدمة؟ فعندما أقول الدرس الجامعي لا أقصد به المعارف الملقنة، وإنما ما تعطيه الجامعة من علم، سواء على المستوى السلوكي، على المستوى الفردي، المستوى الاجتماعي، المستوى الفكري، المستوى الإيديولوجي، المستوى السيكولوجي. هذا هو الدرس الجامعي. الدرس ليست نصوص وتمارين وخرائط وتطبيقات وحلول إلى غير ذلك، هذا مسألة بسيطة كان الطالب يتعلمها ويعرفها عندما كان في الثانوي، ولكن الدرس الجامعي هو هذه القيم الجامعية بمعنى هذا الأجواء الجامعية. الدرس الجامعي بطبيعة الحال لا يقدم معارف، الدرس في حد ذاته لا يقدم معارف جاهزة فقط، بل إن جميله والروعة فيه هو أنه فضلا عن أنه يعطيك رؤوس أقلام، فإنه يزكي في الباحث الطرق والمناهج الموصلة إلى البحث، وبالتالي يعطيك المنهجيات، يعطيك المناهج والمنهجيات والتصورات والطرق التي يمكنك أن تصل بها إلى المعرفة، على اعتبار أن زمن الأستاذ، زمن البيداغوجي الأستاذ ساعتين أو ساعة ونصف لا يسمح بطرق جميع القضايا، بقدر ما يكون يتحدث ويفتح في الوقت نفسه نوافذ وقضايا على الطالب أن يسجل رؤوس أقلام ويذهب ليعمق فيها النقاش والمعرفة عندما يكون مع زملائه ومع أصدقائه في التخصص نفسه، وقد ينفتح على تخصصات أخرى. وهذا هو الجميل في الجامعة، وأنه لا تؤمن، لا تبقى في تخصصك بقدر ما تجد أناس آخرين ينتمون إلى تخصصات أخرى، ولكن يبقى الجامع بينكم في عامة أنكم في أجواء الجامعية، أجواء مبنية على الاحترام،
مبنية على التفاعل، مبنية على الأخذ المتبادل، ومبنية على الاعتراف المتبادل بكل مجهود، وبالتالي حينها نكون في جو علمي ولا مفاضلة بين العلوم كما يقول القدماء. ثم أيضا عندما أكون بالجامعة يجب أن أركز جيدا على أجوائها. أهم شيء في الجامعة ليس هو خارج الجامعة بمعنى الوقت الثالث، وإنما يجب أن نركز مركزا جدا في المدرج، مركزا جدا في القاعة، مركزا جدا في الساحة، مركزا جدا في النقاش الذي يكون. وبالتالي التركيز يمكنني من القدرة أولا على الاستيعاب، وفي الوقت نفسه القدرة على التعبير، لأنني ما استوعبته أنا الآن لا أعمل سوى على أن أشحنه في لا شعوري وفي ثقافتي، ويوم ما سيخرج وسأتحدث به باعتباره وعاء نظريا جلبته معي منذ سنوات التحصيل. وكثير منا نحن الآن في الجامعة، خاصة من الجيل الذي أنتمي إليه، هو أن مجموع القيم التي تلقيناها في الجامعة هي التي نشتغل بها الآن، ونحرص على ألا تضيع، لأن مبنية على أسس متينة، مبنية على العلم والمعرفة والاحترام والتفاعل، وهذه قيم أساس يجب أن تكون. وألخص أن الدرس الجامعي لا أقصد به الموضوع أو الدرس الذي له بداية ووسط ونهاية، وإنما أقصد بهذا الجو العام الذي يكون فيه الطالب. نقطة أخرى يغفلها كثير من الطلبة هو أنه نسبة المقروئية قلت، وخاصة أن ما من أستاذ عندما تدخل عنده الحصة إلا ويعطيك لائحة مصادر ومراجع. تلك المصادر والمراجع أنا أعتبرها بصفة خاصة مثل النوافذ التي تفتح أمام الطالب من أجل أن يستقبل رياحا جديدة. وبالتالي فالأستاذ في المحاضرة يعطيك هكاها ويعطيك فرصة لمعرفة قيمتها ومعرفة أشكال تميزها إلى غير ذلك. فلا بد من القراءة، وهنا أعتقد أن جميع الكليات وخاصة الكلية التي ننتمي إليها كلية الآداب والإنسانية بها خزانة غنية مفهرسة بطرق حديثة، على الطلبة أن ينفتحوا عنها وقد يجدوا فيها ضالتهم. ثم أيضا يجب أن تكون عند الطالب، عندما أقول يجب ليس هذا أمر وإنما هذه أشياء من أدوار الجامعة، هو أنه يجب أن يفكر أن يشتغل على شكل مجموعات. فعندما نشتغل على شكل مجموعات أولا تكون لنا فرصة معرفة حضارات أخرى، لأن الإنسان أو الطالب هو كائن ثقافي بطبعه، ليس كائن بيولوجي أو جسد، هو ثقافة. فعندما تتلاقى الثقافات فيما بينها وتتصاهر وتتفاعل، أولا إن لم أكسب علما أكون قد كسبت ثقافة. إذا الاشتغال في مجموعة يسمح لي بأن تكون عند الحقيقة التي أبحث عنها أوجه متعددة، ليس وجه واحد أنا أراها من هذه الزاوية وزميلي من الزاوية الأخرى، وبالتالي تكون هذه الفرصة للاختلاف وفرصة للتنوع في تقبل المعرفة وفي عرضها في الوقت نفسه وفي التفاعل بها ومعها. وبالتالي يكون هذا اللقاء مبنيا على الحوار، مبنيا على الاحترام، ثم مبنيا على طرق تعلم المعرفة. بمعنى طرق تعلم المعرفة، بمعنى لأن عندما أدخل إلى المدرج لا أدخل لأكتب وما أسمع، وإنما لأكتسب تقنيات أخذ النقط وتقنيات أخذ رؤوس الأقلام التي سأبلورها فيما بعد. بالتالي هو أيضا يعلمني أجواء احترام الأساتذة، فجل الأساتذة غالبا ما يتركون فرصة للطالب من أجل أن يعطي أسئلة في آخر الحصة، إما على شكل مكتوب أو على شكل مسموع إلى غير ذلك. إذن هذا كله سواء تعلق الأمر بالجامعة أو بالفضاء أو بالمدرج أو باللقاء يجب أن يكون محصنا باحترام الهوية والقيم التي تكون عند كل فرد منا.
نحترم بعضنا بعضا، نقدر بعضنا بعضا، وننفتح عن بعضنا بعض، وفي الوقت نفسه تكون عندنا القدرة على التعايش مع الآخر، ليس تعايشا سلبيا بقدر ما هو تعايش تفاعلي مبني على العلم. أولا دور أساس للجامعة العلم والمعرفة والبحث والانفتاح والحوار، وبالتالي هذه القيم الجامعية التي يمكن أن ننشدها. أتمنى أن تكون هذه التوجيهات، لا أسميها توجيهات بهذه الصيغة، وإنما تكون هذه الآراء التي فكرت فيها وأردت أن أعطيها للطالب في البداية في هذا الدرس الجامعي. وأقول وأكرر باعتباري أستاذا أن الأمر لا يتعلق بالدرس له بداية ووسط، وإنما هو التركيز على هذه اللحظة المفصلية التي ينتقل فيها الطالب التلميذ من بيئة إلى بيئة، ولكن ليس انتقالا بيولوجيا زمنيا فيزيقيا بقدر هو انتقال فكري، ولما لا انتقال وجودي من مرحلة إدراك إلى إدراك آخر، من إدراك محاسب بالنقطة والرقي إلى إدراك محاسب بالتمتع والتردد والتكوين والانفتاح على الآخر، ولكن بالاحتفاظ على السمة البالغة، السمة الغالبة على الطالب التي يجب أن تكون عنده قوة إيجابية للتفاعل مع الأمور. وأعتقد أن أي طالب دخل إلى الجامعة وهو محصن بهذه التوجهات الكبرى لن يجد مشكلا في أن يكون هو بدوره منتجا ويسلم المشعل لمن سيأتي بعده. شكرا لكم.